نتكلموا على البي بي شوية الضغط. من هي من فيكم اللي موجودين يعرف يقيس ضغط الدم بالطريقة التقليدية العادية؟ قيموا إيديكم. ماشي كويس، هنعتبر معناها الموضوع من صفر. الطريقة التقليدية اللي هي عندي ستيتوسكوب، مع العلم إن السماعة هذه خاصة ما تعطوش سماعاتكم لبعض، واللي بيزعل خلي يزعل. يعني مثلا يجيني حمدان يقول لي اعطيني سماعتك، نقول له لا، يقول لي نور اخرج من المد، نقول اخرج، لان السماعه هذه حاجه شخصيه. وصلنا ما يتحشمش اصلا، هو لما طلبها هو ما يتحشمش، المفروض ما يقولهاش، هذه حاجه خاصه. تعطي فرشاة اسنانك لحد انت بتاخذي من حد فرشاة اسنانك، هذا خاصة. تعليق السماعة ماهوش أكثر، هذا من اكتمال الشخصية الطبية نتاعك. هذا مش واقع. الطريقة الطبيعية والتقليدية لقياس البي بي بلد بريشر، إن أنا نجي على بريك أرتري، نحط السماعة، نحط الكف نتاعها، ونبدأ نسكر الصمام ونضغط نضغط نضغط، نرقي لل 200 180 110 210 كذا، وبعدين نفتح شوي شوية. أول ما نسمع نبض هذا سلسلة هو انتباضي، بعدين نستمر في نزول، قاعد نسمع فيه نسمع فيه نسمع فيه إلى أن يختفي، ناخذ ديستوليك اللي هو البساطي. هذه الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية بالنسبة للطوارئ فوتوها، لأني ما عنديش وقت، ما عنديش مجال إني نسمع وقتها من الدوشة اللي موجودة في غرفة الطوارئ وفي الريسستيشن روم اللي غرفة الإنعاش. يبقى لو بنفوت مرحلة السماع، تمام ولا؟ يبقى بنحي السماع خلاص. أنا جايبكم جهاز تور بدون سماعة، مش لأن ما عنديش سماعة، عندي سماعة، لكن طرق الحديثة في قياس الضغط بدون سماعة، وهذه بإذن الله اللي بيجي كلها تشتغل بها، قاعد نعطي فيها إن شاء الله من كل مكان. نتيجة طبعا وجودنا في غرفة الطوارئ والإنعاش، طبعا من الدوشة اللي في الغرفة هذيك ما فيش كيف نسمع عن النبض. تقعد تدعك أنت والسماعة ومش حتسمع حاجة، وإنك تقول للدكتور اسكت شوية مستحيل، لأن هو عنده حالة أرست، والثاني عنده سي دي آر، والثاني دي سي شوك. واحد خاشين مالية لأنه هو متوفي، ويعني خاش شباب الحمد لله تمام. شنو طريقة القياس؟ I need now plan B and plan C because I have plan A. I already have plan A, but I need plan B and plan C. ما هيك؟ كيف نبي نقيس من غير سماعة؟ نتكلم بسرعة في الموضوع، عندنا حاجات هلبة كثيرة. ها؟ الراديال بلس، الراديال بلس ما تفكروش فيه لأنه هو حيطلع لي السيستوليك أكيد، ولكن مستحيل يطلع الديستوليك، لأن السيستوليك سهل، عبارة عن أنت لما حطيتها نزلت، أول ما يطلع نبض هنا، لأن هو طبعا لما ضغطت أنت اختفي نبض من هنا، لأن سكر الشريان ولا، أول ما يطلع نبض تاخذ سيستوليك. باهي القاعدة بتاعت الديستوليك شنو هي؟ لما يختفي ولا؟ هل هو يختفي في الراديال؟ ما يختفيش، يبقى فوتو الراديال أرتري فوتو. الموضوع هو عندنا طرق، عندنا راهو بلانين، راهو زاد بلان بي بلان سي، راهو بالنسبة للبي بي. نعم نتكلم كل مش فاضي شوي، مش معناته متكلموش، ها تحرقوش فيلو ده. ايوه انت عليك الفصل، راح مع عليك الفصل خلاص. ايوه كل تحت هيك سيطر عليهم ولا لا؟ يا فتوحة هيك تو مبسوط انت. طريقتين ما بوش نضيع فيهم وقت،
السماعة وين درناها احنا؟ بريك. خلاص نحي السماعة، حط صوابعك على البريكات. ولاحظوا ان لما احنا بنقيسوا، لما اي حد بيقيس لك انت الضغط، مش في لحظة من اللحظات انت حتحس بالنبض ولا تحس بيه ولا؟ ولما انت حسيت بيه معناها اللي بيقيس لك المنطقة هذه كلها كلها تنبض. يبقى انا لو حطيت ايدي هنا صوابعي تحت على البريك الارتري بدون ضغط، انا ما بيش النبض. لو بيجيني واحد بيقول لي باهي البريك الارتري حتى هو ينبض، ايه بنقول له ينبض، لكن انا تو لما حطيت ايدي هيك ما ضغطتش باش نشوف النبض، خليت ايدي هيك من غير ضغط. لما درت ايدي من غير ضغط وصل هو للسيستولي، مشى المنطقه كلها قاعده تنبض، خذيت القراءه وبعدين مشيت نزلت ينبض ولا نزلت توا انا حاط يدي هيك ما عادش حسيت بالنبض. ناخذ السيستولي بتاعي حطان يدي يكون بطريقه طالعه واحد منكم طالع يا قصدي هو كفت فليتت قصدي كمل لو شديت هيك شوفوا صوابعي وين جو اوريدي على البريكر ولا الكف يجي سنتي فقط هيك من هنا بس سنتي فقط تفرق بس تحت الكف لان المنطقه هذه كلها عم تنبض هيك بهي هذه الطريقة الأولى أو البلان بي بلان إيه قلنا بسمعة بلان بي هي هذه مثلا عندي بلان سي رابيا قصدي تو دكتور هي لما أنت درت لها فليتل قصدي في الطريقة الأولى العادية بوكر أنت بداية فليتل ما عاد تسمع شيء بوكر بعد ذلك ترفع عليها باش تسمع النبضة تمام تو بدل لا تسمع تحس تو معناتها انت تعبيها نفس الشيء بعدين ترخي طبعا 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 نفس الشيء تركب فوق وتنزل تنزل تنزل لين تحسها هنا هذه انك تحسها هذه الاولى ما حسستري ايوه لما تختفي ما عادش حسيت انت داخل دايستري تمام واللي بيجربها يفضل يجربها طبعا مازال عندي بلان سي اللي هي الزئبق نفسه ينبض مش يرعش ينبض رعشه معناها ينبض لأنه هو نفسه لاحظوها حتى بتاع الساعة دكتور ينبض بتاع الساعة بس أقل شوية لأن المساحة بتاع هذا أوسع من بتاع الساعة هذا ممكن تشوف الزئبق بتاع الساعة حتى هلقاها هيك حاجة بسيطة بتركيز يما الزئبق أحسن حاجة في القياس والإلكتروني كان 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 شاكي هدية في عيد ميلادك لوحة لو قدرنا نديروا البلان بي والبلان سي مع بعض فهذا توب اللي هي نحط يدي جهه البريكر ونشوف الزئبق مع بعض باش نوصل للنتيجه صح ما نعطيش نتيجه لمريض وانا مش متاكد منها النتيجه هذه عيب ما يصحش اخلاقنا الطبيه ان شاء الله نعاودها 10 مرات ما زبطتش من اول مره عاود مش عيب العيب انك تعطي نتيجه غلط معلش عاود لنا الزئبق انت ركبت فوق بالطريقه العاديه تمام وبعدين بديت تنزل بشوي بشوية نعم هو نازل هيك ولا؟ ايه فجأة تقول هيك بدي سيستولي الأولى ايوه قاعد ينزل توا ايوه خذ دايستولي وجربها واللي بيجرب يتفضل يجرب دقيقة جدا راهو، أنا عندي راهو في الطوارئ ولا أعتقد من السماعة. لأن للأمانة السماعة كان شك يمين يسار شوية فوق لقطة شوية راحت الخريطة راهو. لكن لما أحط يدي بالكامل هيك اليد كلها تنبض من الانطباع هذه. زايد الزئبق ديروهم مع بعض. واللي بيجرب يفضل يجرب. هذا بالنسبة للموضوع هو البي بي اللي بيجرب يفضل.